هلا والله، أنا ساشا ورجعت لكم بفيديو جديد ومقطع جديد وقصة جديدة. وقبل ما نبدأ لا تنسوا تدعموا قناتي بلايك وشير واشتراك وحطوا لي كومنتات لطيفة زيكم. وقبل ما نبدأ لا تنسوا تصلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. يلا ما أطول عليكم، خلونا نبدأ. تقول صاحبة القصة: أنا اسمي شيماء وعمري 13 سنة، أنا أدرس بالمتوسط وأنا من قرية. قريتي كانت مشهورة وكل القرى الثانية تعرفها وتعرف سمعتها الزينة. المهم كانت حياتي مثل حياة أي بنت ثانية، كنت متفوقة في المدرسة وأكون من الأوائل، والكل في قريتي يعرف هالشي خصوصا عمتي اللي هي تكون مديرة المدرسة. المهم درست لين ما صرت ثاني متوسط الترم الثاني بتاريخ 6/11، ما أنساها. كانوا كل البنات في فصلي يغارون مني ودائما تصير لي مشاكل معاهم بسبب أني متفوقة عليهم. المهم كانت في بنت من أول متوسط، طبعا أبوي كان سواق باص وكان ياخذ بنات القرية. الزبدة البنت اللي من أول متوسط كان اسمها أمل، كانت تحب أخوي وتشوفه كل يوم من شباك الباص. كانت تقول لي أعطيني سنابه، وكنت أنا رافضة الفكرة تماما عشان ما تتشوه سمعتنا وكذا. المهم جاء يوم وعطتني أمل ورقة وقالت أعطيها أخوك، طبعا أنا ما فتحتها وعطيت الورقة وكان مكتوب فيها باختصار أحبك. أخوي ما اهتم لها أبدا وعدت الأيام وخلص الترم الأول. بذاك اليوم أمل عطتني سنابها وأخذتها وصرت أتواصل معاها بالإجازة، وكل مرة تقول لي صوري لي أخوك وأنا كنت أرفض، طبعا أخوها يدرس مع أخوي بنفس المدرسة. بعدها تطور الوضع وصارت تقول لي أعطيني سناب واكتبي اسمي روان عشان ما يعلم أخوي. أنا احترت بالبداية، فكرت في الموضوع وقلت خلاص بعطيها، واستأذنت من أخوي ووافق وأعطيتها وصارت ترسل لي صورها، وأخوي ما يحبها بس يبي منها بطايق شحن وكذا. بعدها ما أدري إيش صار وأمها درت بالموضوع وكسرت جوالها وجت قالت لأمي. أمي دخلت علي وهاوشت وراحت. مرت الأيام وجات الترم الثاني ورحت عند أمل إلا ولقاها زعلانة مني، ما هي راضية تكلمني أبدا. حاولت فيها لين رضت إنها تكلمني، قالت لي أنت السبب اللي صار كله، وأخوي إذا عرف إني أرسلت صوري لأخوك بيذبحني. حاولت أهديها وأعلمها إني بتولى الموضوع وهديت شوي. جاء اليوم اللي بعده وصارت تشمك فيني وتمشي، طبعا أنا خلاص نسيت السالفة. مرت الأوضاع بطبيعتها لين ذاك اليوم جت بنت ثانية من أول متوسط اسمها راما، جت عندي وهي كانت متزاعلة مع أمل لأمور خاصة. المهم جت وقالت تشهدين معي أنه أمل تكذب علي في الباص تقول عني كلام ما صار؟ طبعا أنا الصدق أني كنت أشهد أنه أمل دايما تكذب على راما وما كنت أبي راما تنظلم وأنا شاهدة وأعرف، فقلت لها خلاص أوكي ويا ليتني ما قلت. جاء ذاك اليوم وقالت لي راما في الصبح انه امل تكذب عليه وتقول اني اراسل شباب في السناب. انا صدقت ورحت عند صديقاتي في الفصل وقلت لهم تخيلوا ان امل تقول في راما انها تراسل شباب وكذا، والعلم انا قلتها بهدف ان يشوفوا كيف راما مظلومه وانا مصدقه. جاء وقت انه نشهد وانا طبعا شهدت انه امل تكذب على راما في موضوع انها تقول انه راما بلغت في السن الفلاني وكذا ومن ذا الكلام، وانا صادقه وسمعتها هي تقول لي كذا. المهم جاء اليوم اللي بعده جت عندي أمل في الحمامات وانت بكرامة، قالت لي خير تكذبين علي؟ قلت لها أنا صادقة وسمعتك، ومشت راحت عند أبلة الرياضيات. الأبلة كان عندها بنت في نفس المدرسة، راحت عندها أمل وقالت لها أبلة ترى شيماء تتكلم عن بنتك وقالت إنه فيها وفيها، وأنا ما قلت شيء بس تبي تنتقم مني إني شهدت ضدها. وهاوشتني المعلم وقالت إيش تبين في بنتي ومن ذا الكلام، وراحت للأبلة عند بنات فصل قالت لهم شيء وإلى يومكم هذا ما أدري وش هو، بس واضح انها زعلانة مني وقالت شي تحريضي عني. وجاء اليوم الكئيب ذاك 6/11، كنت توني جاي المدرسة ونظرات البنات لي ما تطمن، يناظرون لي كأني قتلت احد. المهم ما اعطيت الموضوع اهتمام ومشيت. جت الحصة الثانية والعلم ما قلت لكم ان البنت اللي في اولى اللي اسمها راما امها معلمة بالمدرسة عندنا وكانت الحصة الثانية حصتها. جت الابلة وسألت سؤال في الدرس وكانت تطنشني، استغربت منها. جت الحصة الثالثة بعدها جت واحدة من الأستاذات عندي وقالت لي شيماء المديرة تبيك. نزلت وانصدمت، شفت أمي جالسة تبكي والمعلمات جالسات. دخلت وجت الأستاذة أم راما تصارخ في وجهي تقول إني تتهمين بنتي اتهامات باطلة وزي كده، وترى كنت بوديك المحكمة وهناك بتنجلدين. وتخيلوا غصب عني خلتني أكتب محضر على كلامها. المحضر هو اللي ما يعرف إنك تكتبين كلام عن وش سويت وبإمكانها توديه للمحكمة وأروح ورا الشمس. تخيلوا خلتني أهين نفسي قدام البنات بشيء أنا ما سويته، إني قذفت بنتها وكذا. وجابت بنات شهدوا معهم ومنهم بنات فصلي وقالوا إني قلت إنه راما تراسل شباب وتشرب وزي كذا، هم يدرون إني ما قلت بهدف إنه راما سوتها، إنما قلت عشان أجيب لها السمعة الحسنة وأبعد عنها الكلام اللي قالته أمل. المهم طردوني من المدرسة وأرسلوني المدرسة ثانية
وللعلم إن أم راوة من قريتنا وقالت بتعلم كل أهل القرية، وإذا أنا علمت أحد بالسالفة بتودي المحضر للمحكمة. المهم نقلت، وما أخفي عليكم إني اتبهدلت لأني رحت بنص الترم. جاء اليوم اللي بروح فيه المدرسة الثانية، جو البنات عندي، طبعا البنات اللي شهدوا عليه شهادة زور، جو ضموني وقالوا لي ترى ندري إنك مو أنت اللي سويتيها، ومن ذا الكلام، وإن الكلام ذا من أمل، ترى ما حد صار يجلس معاها، والحين صار واضح لنا إنه أم راما كانت غلطانة أو تمثل علينا. أنا طنشتها ومشيت، وبعدها اليوم اللي بعده رحت المدرسة الجديدة، والحمد لله تأقلمت معاهم بسرعة وتعرفت على صديقات جديدات. طبعا تفوق الدراسي ما نقص أو تأثر، وصرت متفوقة أكثر وأكثر، وما صرت أتكلم عن البنات، وحتى إذا سمعت شيء أسوي نفسي ما سمعته. وبس الهدف من قصتي إنكم لا تثقون في أحد ولا تشهدون ضد أحد أبدا، خصوصا إذا ما كان مع دليل يثبت كلامكم. وبس أتمنى لكم التوفيق. وبس انتهت قصتنا لليوم، أتمنى تكونوا استفدتوا حاجة، وإذا عندكم قصص تبوني أقولها أرسلوها لي على الإنستغرام.